نجي هسه بالنسبة للليكتشر 18 اللي يحكي عن الـ Preventive and Operating Material، يعني هاي المواد اللي نقدر نقول انه هي اللي مسؤولة عن التنظيف، مسؤولة عن التعقيم، مسؤولة عن صحة الفم يعني بين قوسين. الـ Preventive Material تتقسم الى ثلاثة انواع اللي هن الـ Chemotherapy Agent والـ Resistant Sealants والـ Glasses Ionomer Sealants. الكيمو هاي المواد الكيميائية يعني مثل الفرويد، فارنش، الموث ووشز، الدنتي فايروسز نفس يعني هنا الموث ووشز يعني غسيل الفم، الفلورايد فارنش هذا هم انواع غسيل الفم بس بفلورايد، والدنتي فايروسز هذا اللي هو نقدر نقول معجون الاسنان. الريزن سيلنت هاي اللي الاشياء اللي نحطها مثلا قبل كومبوزنت يجوز الشيء اللي هو سيلنت يعني شيء يحكم يغطي هيجي أشياء، فاحنا نسميها ليها نوعين سيلف كيور ولايف كيور، يعني إنه هي أصلاً إنه يصير بها كيورينج من تلقاء نفسها أو تحتاج إلى لايت حتى يصير بها كيورينج. والنوع الثالث هو غلاس أينومار سيلنت أند ريزن موديفايد غلاسس أينومار سيلنت. حبيت أوصل غلاس أينومار سيلنت. الجنرال كومبوزيشن مال التوث بيستس أو نفسه اللي نقول معجون الأسنان متكون، شوف الكومبوزيشن ما توقع انه مهمة بس مجرد انه تاخذون فكرة عنها وكل مكون ليش هو نظيفة. تمام، عندنا كولويد بايندينج ايجنت هذا من اسمه بايندينج ايجنت يعني هو بايند يربط. They act as a carrier for active integration like sodium alginate to inhibit the bacteria growth within the face. within the face يعني هذا اللي يبطل نمو البكتيريا. فلورينج ايجنت هاي مثل البيبرمنت الوانتوغرين والسينامون. عندنا الابريزيف هو اي تو ريموفال اوف هيفي بولكي اند ادهير السينينج اند كالكلوث لايك الكالسيوم بوليسولفايت او بايرو فوسفيت. عندنا الهيمو كونتنت هذا تستبلايز ديكومبوزيشن اند ريديوس الواتر لوزز باي ايفابوريشن. وعندنا الديتريشن هي لايك الصوديوم لورانيت سيرفيت تو ريديوس السيرفيس تنشن اند انهانس ريموفال اوف ديبريز. هذا اتوقع مهم اللي هو الديتريشن هذا انه يقلل من التنشن اللي في السيرفيس وهما تين يساعد بالريموفال اوف ديبريز اللي هنا الميكروليتيك وهذا السوالف. The therapeutic agent like the sinus fluoride to improve resistance of to caries. هذا نضيفه حتى agent شوفوا مثلا agent يعني شيء بكاريز اوكي فهو يساعد بمقاومة الكاريز. other chemical بماينر يعني بكميات صغيرة reduce the corrosion give color و remove the discoloration هذا اللي يمنع التصلب ينطي color و يعني color المادة مثل هاي الملونات اللون والديسكولوريشن يمنع التلون. نجي بالنسبة للماوث ووشز هو غسول الفم. These are composed of three main integrants اللي متكون من ثلاث يعني ثلاث مكونات رئيسية اللي هن active agent والsolution of water مثل الكحول واشياء والsurfactant. نجي بالنسبة active agent with a selected for specific health cure benefits such as anti-caries activity and microbial activity fluoride delivered or reduction or reduction of oblique adhesion. هذا active agent يعني هو يكون مثل نقول انه هو مضاد للagent تمام يعني يعمل كanti-caries activity يعمل كanti-microbial effect وأشياء مثل هذا. أما solution of water أو alcohol هذا to dissolve the active agent. هذا active agent نعود يكون في البودر فإحنا نحتاج شيء يكون سائل حتى يدوبن دي فهو solution من water أو كحول. وعندنا surfactant هذا اللي يزيل الدبريز and dissolve other interactions lowering the agent to breath freshness like the alkoplytol والميثانول والثيمول. The main active interaction اللي هو ال
كلوروهيكسيدين اند فلورايد. المين اكتف هذا المكون الاول الاكتف ايجنت، المين اللي اثر استخدام اللي هو كلوروهيكسيدين بالفلورايد. تمام. الديس ادفانتج مالت الغسول الوجه غسول الفم، احنا يقولون انه ينفع استخدامه لمدة يومين او ثلاث ايام، بعد راح نستخدمه حتى يومي. تمام. ليش؟ لان في هاي ايثانول كونتاكت بروديوس السوفتنج افكت اون ذا ريزن ريستوريشن، الستيننج افكت بسبب انه وجود الكلوروكسيدين والايجينول ان سم موث واشز والتوكسيتي لانه في هاي ايثانول كونتاكت. يعني ديس ادفانتج مالته بسبب وجود الكلوروكسيدين والايثانول. ليش؟ الايثانول ينطي يعني شيء بسبب انه هو بريديوس السوفتنس افكت على الريزن وينطي توكسيتي سام. اما الستيننج فهو بسبب الكلوروكسيدين والايثانول اللي موجوده ببعض الانواع من الواشز. نجي بالنسبه للكلورايد او كلورايد فارنش، هذا is dissolved in organic solvent that evaporates when applied on set when exposed to moisture releasing thin film of calcium chloride was on the tooth surface which is later converted to fluoropeptide by remain resolution reaction. It differs from the mouthwashes. Its action lasts for several hours before vanish wear while the mouth vanish for the second. المهم بالفلورايد انه هو يكون يذوب المواد الاورجانيك سولفنت، يتحول من كالسيوم فلورايد الى فلوروبيبتايد بهذا التفاعل اللي اسمه ريميليزيليشن رياكشن. الفرق مالته عن الماوث ووش عن غسول الفم انه هو يعمل لعدة ساعات، بس غسول الفم يعمل لعدة سكند. It's used in young children with high risk for caries also in all patients to prevent root caries. هذا الفلورايد فارنش نستخدمه بس للجره حتى يمنع الخطر من الاصابه بالكاريز، وهماتين الاول بيشنت حتى يمنع الروت كاريز. الديس ادفانتج مالته انه هو بيتر تيست طعمه شويه مر، و تو ديس كولوريشن ويتش از ترانسنت. نجي عندنا شيء اسمه بيت اند فيشر سيلانت. احنا قلنا شو السيلانت انه شيء يحكم او شيء يغطي هيك اشياء. فديب بيت اند فيشر ار ديفيكالت تو كلين اند مور ستيبل تو كاري، اند فلورايد تريتمنت واز ليست افكت ان ذا بيرفنيتج اوف كاري. الديب بيت اللي موجودات بال مثلا هذني اللي بين كاسبات بالمولر والبري مولر وهما تين الفيشر، هذني صعب انه واحد ينظفهم بالفرشة، وهما تين ما يتحملن انه يجوز محتمل انه فلورايد ما راح يوصل الها ويعالجها. لذلك وجدوا شيء اسمه سيلنت او نسمي اوكلوزر سيلينج، متكون هاي المواد اللي هو مثيل تو ما ادري شنو مثيل ويا هذا ب ان اورجانيك باودر، باودر ما تغسل بالكم انه هو ان اورجانيك باودر. Then place it in the bit and fissure and هذا when exposed بالمشرف، يعني بيخلص انه هذا راح يجي يدخل بالبيت حتى يغلق هذا حيث ما يصير بكاري. هاي خلصنا من السيلنت. يجي بالنسبة للجلاس ايلومر سيلنت، هذا هو اللي اكثر شيء يعني جاي نستخدمه بالكومبوزيت بالاشياء اللي هو الريكويرمنت مالته اللي المفروض انه تكون موجودة بكل سيلنت اللي هي هاي فلو اند جود ويتنج تو ذا سيرفيس، يكون كلش فلو يعني فيسكوسيتي مالته كلش قليلة حتى يسيح يعني يذوب ما يفهم في المي تقريبا شوية اثقل. جود ويتنج يكون كلش مرطب للسيرفيس. جود ويرز ريزيستنس انه يكون مقاوم للويرنج. هاي كومبريتيف ستريس اند ريجيديتي، عنده درجة عالية من الكومبريتيف ستريس اند ريجيديتي، عنده توث كولورك ليس سولوبلتي، جود باوند تو ذا تور يعني جود باوند للتوث انه اتصال مالته او الربط ويا التوث يكون جود، ويكوفيشن اوف اكسبانشن اند كونتراكشن كومباتيبل وذ ذا توث، القابلية مالته انه يصير اكسبانشن وكونتراكشن يعني تقلص
واكسبانشن ويتمدد بتكون متلائمة او كومباتيبل او متوافقة ويا التوث. الروت كانال فيلينج ماتيريال او هي نسميها الاوبريتنج ماتيريال مواد الحشوة حشوة الداخلية يعني يلقون حشوة الجذر او تيشيرات هي نسميها اندودونتيك انكرسمنت. These are used to remove and the bulk tissue during the root canal treatment. هذا هاي مواد تساعد انه نشيل الروت كانال تيشو تيشو مال الكانال مال السن اثناء العلاج. ستينلس ستيل مدني they are either hand use or motor driven. They are either removed or filled. هذا اما نقدر نستخدمه بالايد او انه ندخل الجهاز ويدخل به يعني اتس اوكي. البروبرتيز ما تكون هاي تورجن سترنت هاي جايندينج سترنت كوروجن ريسيستنت جود كاتينج ابيليتي و ستيرلايز شود نوت هاف بلاد افكت اون ذا كاتينج ابيليتي اون اور اون ذا كوروجن ريسيستنت. دائما تدخلوا بالكم كل شيء بي ميتال فهو لازم عنده كوروجن ريسيستنت وتارنش ريسيستنت تمام. فهو بمعنى هو شوية يشوفون ميتال فلك عندنا كوروجن ريسيستنت عنده هاي تورنش ريسيستنت عندنا هاي بوندنج انه يقدر يربط عنده جود كاتينج ابيليتي يقدر انه يقطع بسهولة من انه مدخله ونلفه. ولازم نتأكد انه الستيرلايزن مالته ما يكون عنده تأثير سلبي على الكاتينج تمام. هاي اول مادة من عندهم. ثاني مادة من الفيلينج ماتيريال اللي هي نيكل تيتانيوم هي هاي عندها higher strength and lower model of elasticity and are super elastic than the stainless steel. هاي اللي شوية يصير يصير انه نقويها هاي عدلة ما نقدر انه نميلها بال مثلا اذا تو كان الروس ما تمايل ما نقدر نميلها بس هاي نقدر نميلها. هسه عندنا overrated material material what will fill the canal space and may or may not to be used with a sealer. هاي المواد اللي تملي ال canal ال space قاعد ما خاب بعد ما شلنا بهذني تمام. وهذا may not be used with a sealer هذا مجرد انه نستخدمه ويا sealer محتمل. نقسمه الى solid material و semi solid material. Desirable properties of rating material properties مالتها اللي شائعة نقدر نسميها انه هو easily enter ordered into canal نقدر انه ندخلها بسهولة للكنال seal the canal laterally and apically يسوي sealing للقناة من الجوانب وهم كن للأبس الأخر not shrinking after begin inserted ما راح يصير بها تقلص بعد ما نثبتها inserted داخل القناة. They should be abrasive the into measure they should be bacteria dial and or reduce the bacteria growth radiopic not sustain the tooth structure or not inner the vertebral tissue or affect the tooth structure easily sterilized or easily removed from the root canal. نجي هسه بالنسبة لل solid يعني هاي الخواص مالتها بشكل عام solid و semi solid. فنجي هسه على solid. The most common type of this material اللي هو جاتا بيركة with synthetic region based cure material. هاي الانواع اللي هي جاتا بيركة اكثر شيء نستخدمها اللي هاي الملونات. هاي the major advantage of this material is ability to control the length as well as the responsible ability to adapt the integration and grade the adaptation seal. اكثر خاصية مهمة بيها انه هي نقدر انه نتحكم بالطول مالتها بها اكو خطوط يعني هنا اذا ما اعرف اذا شايفيها او لا انه تكون بها خطوط منها ومنها هيك ارقام محددة ندخلها نقيس هذا ونطلعها تمام. فنقدر انه نتحكم بالطول مالتها. نجي بالنسبة لجيثا بيركة it is standard to watch other material are composed because it's advantage like انه هيك elasticity it's adapted with the composition to irrigate this and parabit canal easy to manipulate easy to remove either partial or totally it has relatively lesser toxicity.
it tend to be self-stabilizing. If there is possibility to be contacted, they are self-stabilized by immersion in one sodium chloride for 1 minute. الجيتابير تيست يقدر انهم يعني عدة استخدامات بسبب الخصائص مالتها انه يعدها بلاستيسيتي عدها يعني انهم ما يتغير شكلها بعد ما ندخلها القناة. اوكي تكون سهلة انه الواحد يتعامل وياها، سهلة انه يشيلها من القناة بشكل جزئي او كاملة. عدها little toxicity يعني مو كل استخدامة. it's tend to be self-sterilization انه هي استرلايزة مالتها يصير يعني هي مثل قناة نفسها. أما الدس أدفانتج مالتها فهي الليك للأدهيجن إن ذا دنتين أند سلايت إلاستيسيتي ويتش كيز ذا روبنت أند فولينج أواي فروم ذا كانال وول. هي قليلة كلش إنه أدهيجن ليك تو أدهيجن يعني إنه كلش قليل إنه نقدر نقول إنه ضعيفة بالاتصال بالدنتين. ورمت جيتا بيكا shrinkage during the calling also after evaporation of the solvent when immersed for sterilization. ممكن انه يصير بها shrinkage بعد ما تبرد بعد ال sterilization. اوكي ال composition مالتها هي zinc oxide, gutta percha, ال binder obic material و calling agent. الشيب مالتها تكون اما بالstands right cone اللي انها هذني او بال cones Convitation of cones اللي هنا يصيرون شلون نسميهم هيج يعني اما يكون مرقمات او جزء مرقمات هيج اشياء يعني بس هنا كل بحاكين cones. Sterilization cones are disabled to have the same size and taper as the corresponding to the endodontic incisement تقريبا 40 cone corresponding لل 40 فل. أما ال convolutional cones هي هاي the tip of the cone has one size and the body of one cone another. يعني هاي تكون مثلا ال الفلنج الرأسية مالتها ويا ال النهاية تكون مستوية بس هاي تكون ال size مالتها يعني شلون نقول مشابه ويا الثانية نفس الشيء. عندنا المواد الأخيرة اللي هي Resin Operating Material as Abortional Replacement of Gesta Berke. The core material is Polyfractum with failure of bioactive classes and other components. This is composition and equipment to form the single enteric or monoclonic in the root canal system. الشيء مالتها مثل الجيتا بيركة الادفانتج مالتها انه هي تكون نون توكسيك باي كومباتيبل او نون ميتاجينيك. نجي بالنسبة لل flavor points هاي ار بولد flavor were distributed to the corresponding to the last fill sizes in the preparation of the fill and root canal in the in all dimensions. Silver points are bold long term cohesion are operating material. هاي المواد اللي هيجي نسلمها حتى نثبت او نسلمها حتى ناخذ اشياء نعرف لي وين واصل العمق مال مثلا الدويت وين واصل. تمام فهي هاي تقول انه هي مو كل طويله. الديس ادفانتج مالتها ان هي نو ادبيتبل انه ما عاد انه توافق ويا الجسم. توكسيد كمالتها لأنه يتعرض للكوروجن ممكن أنه يصبح كوروجن. تايت فريكشن نو فيت أند هاردنس. سيلفر كونز difficult to remove partially or totally. هاي كلش صعب مثل ما شوفوها حتى نرد أنه نطعجها يعني نطويها وصعب كلش أنه نطلعها بشكل جزئي أو بشكل كامل. If silver cones are connected with the with a bar, their cell may be broken. هاي إذا صار فيها contact ويا السيرة مالتنا مثلاً أو ويا القناة ممكن إنه السيرة مالتنا يتحطم. فا أوكي ممكن أوكي يعني هي ممكن أوكي.
هسه هخلص من كل تنتين كلهن السولت المواد الصلبة، تمام؟ يعني انه هاي اعتبرت قبلها يعني زين كلية المواد الصلبة يعني مو سائلة، اوكي؟ السيمي سوليد او البيس اوف ريت ماتيريال، ذيس ماتيريال انكلود الزنك اوكسايد اورجينال لاستيك. بس نجي بالنسبة للزنك اوكسايد اورجينال مية بالميكس بور نو addictive to intermediate thickness other flow formulation combined zinc oxide with the like opaque metabolic metallic oxide or chloride fluoride plasticizers. هذه المكونات يعني ما اتوقع انه مهمة. use of this material is below the standard of the care. Amide plastic, so here it has a resin phase on the cedar, such as the AH stoichi and diakit. Be used as a sole of everything material. Oh, how she can. The advantage of the base technique is simple, and how you know how far can you put them. Little equipment is needed, and how much مكونات خصوصية بس مثل الخشب ونخبط فيها مثلا. It is think as are fast, easy to use and involve the use of single material. لأنه التكنيك مالتها يكون سريع و easy سهل ما نخليه لأنه هو single material نخبط في جوز. أما disadvantage مالتها فهي length control difficult to avoid over phyllos or under phyllos. So a radiograph should be made many times during operation to assess length. This leads to time consuming and subject the patient to needless radiation. يعني بيقولوا إن ال طول ما لكم بدنا نتحكم يعني ما تقدر نتحكم فيه. والسيل ايبلتي هي upper ايبلتي may be related to three factors لأنه هو بي large void with the material or density the wall shrinkage mode thing outside this setting which leaves the space for micro leakage will soluble to mold base the tissue or other fluid ممكن هو يذوب بالماء. نجي بالنسبة للإندو دونتيك سيلر. السيلر is more important than the core operating material. The objective for using sealer to provide fluid tight seal. هذا مهم انه ليش نستخدم السيلر لانه يعطينا بروفايد فول فلويد تايت سيل. تمام. السيلر must be used in the conjunction with the operating material regulate to the technique or material used in the zinc oxide are used alone with the gefäberke as a root canal sealer. نستخدم يعني الاندوثيلر سيلر نستخدم زين اوكسيد اورجينال وحده او ممكن نستخدم الجيتا بيركي نستخدم كاروت كانو سيلر تو تايب او تكون تو تايب. اما نستخدم الجيتا بيركي او ويز اوت اكور ماتيريال او مثل الجيتا بيركي. تمام. There are formed such as formed او اثنين هاي مكونات مهمة. التايب اوف سيلر يوزنج اوكسيد بليز البلاستيك الجلاس اينومر و ال disconnection calcium hydroxide. The requirement مال السيلر انه يكون عنده high flow اكيد low film thickness او low solubility radio opacity و dimensional stability مالتها تكون ثابتة. يعني السيلر its components should neither tissue dissolution nor the cell death. انه تكون نقدر نقول انه الخلايا تموت ما تتأثر هي بيس او بين قوسين ما تتأثر على التيشيو. Sealer should provide adequate working time. لازم إنه working time مالته يكون مناسب. Adhesiveness لازم يكون تلتصق بالسن يعني أو تحديدا بالدنتين. Remnants should not cause the future stain of the crown. البقايا مالته لازم إنه تسبب تلون بالكراون. Sealer should be soluble in solvent. لازم إنه تكون ذوب بمذيبات معينة. و should be insoluble in oral or tissue fluid. ولازم تكون مو soluble مثلا التلافيا بالoral fluid كمان. و should be bacteria
ill dealt. لازم انه يكون قاتل البكتيريا. وثانك يو.